طيب كيف يا ابن الدرس؟ ربنا يديك الصحة. عافية يديك الدرس.
كانت هروسة اللي سيادتك عملته ده احنا ولا شيء. لا احنا ما عملناش حاجة. يا رب يتقبل اسمعك. شكر لي شكر. ودي ايضا هدية حمد. هذا ممتاز نفس الكلام اللي اتعمل في مسجد مولانا الحسين اتعمل هنا اتعمل في السيد زينب. واحنا قد راحت كل زي ما ذكرت لجلالتك في الامس بنعمل كل حتى لكل الصحابه في برنامج كامل لهذا الموضوع. سجل الصحابة دي سجل لها مقام الدنيا كيف عمشي قريب يا شمال مرد الزينة النبي قريبا في عاصم الله تشرف يعني المقصورة جاهزة بتعصيب الزينة بأول ما إن شاء الله إن شاء الله تشرف يعني على السيادة ده احنا اللي متشرفين ومشكرين سيادتك عملنا شيء بسيط سيادتك العمل وانت اللي شرفت لنا عطيه إشارة في جمالك صحيح تفضل